ومن بين الوسائل المتاحة لذلك الحرص على الاستفادة من تعميم التعليم ومن الفرص التي يوفرها التكوين المهني وكذا من البرامج الاجتماعية الوطنية. وبموازاة ذلك يجب استثمار كافة الإمكانات المتوفرة بالعالم القروي وفي مقدمتها الأراضي الفلاحية السلالية التي دعونا إلى تابئتها قصد إنجاز مشاريع استثمارية في مجال الفلاح. وهنا ينبغي التأكيد على أن جهود الدولة وحدها لا تكفي لضمان النجاح لهذه العملية الكبرى، بل لا بد من دعمها بمبادرات ومشاريع القطاع الخاص لإعطاء دينامية قوية للاستثمار الفلاحي وفي المهن والخدمات المرتبطة به وخاصة في العالم القروي. ومن هذا الإطار نشدد على ضرورة التنسيق الكامل بين القطاعات المعنية. وفي نفس السياق ندعو لاستغلال الفرص والإمكانات التي تتيحها القطاعات الأخرى غير الفلاحية كالسياحة القروية والتجارة والصناعات المحلية وغيرها، وذلك من أجل الدفع قدما بتنمية وتشجيع المبادرة الخاصة والتشغيل الذاتي. وهنا أؤكد مرة أخرى على أهمية التكوين المهني في تأهيل الشباب وخاصة في القرى وضواحي المدن للاندماج المنتج في سوق الشغل والمساهمة في تنمية البلاد. فالحصول على البكالوريا وولول الجامعة ليس امتياز ولا يشكل سوى مرحلة في التعليم، وإنما الأهم هو الحصول على تكوين يفتح آفاق الاندماج المهني والاستقرار الاجتماعي. وسوف أظل أؤكد على دور التكوين المهني والعمل اليدوي في إدماج الشباب انطلاقا من حرف الصناعة التقليدية وما توفره لأصحابها من دخل وعيش كريم، ومرورا بالصناعات الغذائية والمهن المرتبطة بالفلاحة التي تعين تركيزها بمناطق الإنتاج حسب مؤهلات كل جهة، ووصولا إلى توفير كفاءات وطنية في السياحة والخدمات والمهن الجديدة للمغرب كصناعة السيارات والطائرات من مجال وفي مجال تكوين التكنولوجيات الحديثة. فالنهوض بالتكوين المهني أصبح ضرورة ملحة ليس فقط من أجل توفير فرص العمل، وإنما أيضا لتأهيل المغرب لرفع تحديات التنافسية الاقتصادية ومواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات.